هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ولطيف على السواحل الشمالية ومائل الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، كمان في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا، وده هيكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وده برضو هيكون مع وجود نشاط للرياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية، وهتكون على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي فندم. اهلا بحضرتك، وطمنينا عن حاله الجو النهارده. احنا طبعا ما زال استقرار في الاحوال الجويه هو اللي اثر معانا خلال اليوم، يمكن كمان على مدار هذا الاسبوع كله استقرار في الاحوال الجويه بشكل كبير. اغلب الايام بيأثر علينا وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس بالشكل الكبير، يعني عدم وجود سحب مؤثره، فبالتالي في ارتفاعات في قيم درجات الحراره اعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجتين لثلاث درجات. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة متوقع ان هي تسجل 25 درجة مئوية، فده اعلى من المعدل. هنحس بيه الطقس الدافي المعتدل تماما خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية، لكن فترات الليل مع غياب اشعة الشمس طبعا اللي هي مصدر التدفئة بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة. الانخفاض ده بيكون ملموس اكثر في فتره الفجر وفتره الصباح الباكر، الاوقات دي بنسجل فيها قيمه درجه الحراره الصغرى اللي هي اقل درجه حراره بنسجلها على مدار اليوم كله، بتوصل ل 14 و15 درجه مئويه على القاهره الكبرى، فبالتالي اجواء فتره الليل هتظل اجواء بارده في معظم محافظات الجمهوريه. كمان دايما في حالات الاستقرار في الاحوال الجويه دايما الظاهره الجويه اللي بتكون مؤثره بشكل كبير هي الشبوره المائيه. شبورة مائية بتظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، واللي ممكن تكون كثيفة أحيانا في بعض الأماكن، يعني يكون معها مزيد من الانخفاض في الرؤية الأفقية، لكن هي أيضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني كمان ساعة بالكثير إن شاء الله الشبورة المائية تختفي من على أغلب الطرق وتحسن الرؤية الأفقية. اليوم الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، غدا إن شاء الله متوقع استمرار ارتفاع قيم درجات الحرارة وفرص أمطار موجودة على بعض الأماكن من سواحلنا الشمالية الغربية، لكن هي فرص أمطار خفيفة ونسب الحدوث لا تتجاوز 30 أو 40%، فبالتالي أيضا استقرار في الأحوال الجوية. وإن شاء الله مع يوم الاثنين تبدأ درجات الحرارة تتجه مرة أخرى نحو الانخفاض، تنخفض بمعدل من درجتين لثلاث درجات، فمهم جدا بننصح كل السادة المواطنين في ظل اختلاف درجات الحرارة بين النهار والليل أو من يوم للتاني لازم ناخد بالنا من نوعية الملابس، نظل نرتدي الملابس الشتوية ويكون معانا جاكيت خفيف واحنا خارجين دايما فترات الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخر. مهم كمان قائدي المركبات والمسافرين على الطرق ياخدوا بالهم من الشبورة المائية، لازم تكون القيادة باستخدام ونشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات، طبعا لازم نتبع كافه تعليمات المرور ولازم المتابعه اليوميه للنشرات الجويه، لان احنا خلاص بيفصلنا عن بدايه فصل الشتاء حوالي اسبوع، الفتره دي بتبقى فتره قليله وارد يحصل تغير في خرائط الطقس من يوم للتاني. طيب، في نشاط للرياح في بعض المناطق، كلمينا الرياح دي محمله برمال واتربه وممكن تاثر على مرضى الحساسيه ولا لا؟ هو اليوم طبعا الحمد لله نشاط رياح نسبي، يعني مش هنحس بيه بالشكل الكبير، فبالتالي ما فيش اي اتربه ورمال مصاره في اي منطقه من مناطق الجمهوريه. الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير وده بيدي مردود كبير على مسطح البحر الاحمر والمتوسط، ده بيعمل اعتدال في حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط، ارتفاع امواج لا يتجاوز 1.5 متر، والبحرين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، مفيش اي اتربه ورمال مصاره متوقعه على مدار هذا الاسبوع كله ان شاء الله. نسبه الرطوبه النهارده كام يا فندم؟ نسب الرطوبه خلال فترات الليل في المناطق الشماليه بتكون ما بين 80-85%، خلال فترات النهار بتكون ما بين 30-40%. بالنسبه للمناطق الجنوبيه، لان احنا كل ما تقدمنا للمناطق الداخليه كانت نسب الرطوبه اقل، لان دايما نسب الرطوبه العاليه بتبقى في المناطق القريبه من السواحل وخاصه سواحل البحر المتوسط، فنسب الرطوبه في المناطق الجنوبيه لا تتجاوز 60% خلال فترات الليل، خلال فترات النهار ما بين ال 20 و 30%، فنسب الرطوبه مش مرتفعه بالشكل الكبير الممكن ياثر على احساسنا بدرجه الحراره.
نشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة اللي العظمى فيها 25 والصغرى 16، العاصمة الإدارية 25-14، اسكندرية 25-13، العلمين الجديدة 24-12، مطروح 24-13، دمياط 24-14، بورسعيد 24-14، الإسماعيلية 25-13، السويس العظمى فيها 25 والصغرى 14، العريش 24-12، كاترين 22-5، طابة 25-15، حلايب 27-21، شلاتين 29-20، شرم الشيخ 28-18، الغردقة 28-18، الفيوم العظمى فيها 25 والصغرى 11، بني سويف 25-11، الوادي الجديد 29-10، أسيوط 26-10، سوهاج 27-12، قنا 28-13، الأقصر 29-13، وأخيرا أسوان العظمى فيها 30 والصغرى 15. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية لجمانة وشاذ نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لمس.